أهلا بكم. أعلنت حكومة الوفاق الليبية رصد أرتال عسكرية تضم مرتزقة من جنسيات مختلفة حول سرت والجفرة استعدادا لتصعيد محتمل ضد قوات الوفاق الليبية. العدو القادم من الشرق يقترب من سرت والجفرة. حكومة الوفاق الليبية تقول إنها رصدت خليطاً من الجنجويد ومسلحي شركة فاغنر الروسية بالإضافة إلى مرتزقة عرب يزحفون في أرتال مسلحة من الشرق إلى مدينة هون في الجفرة وسط البلاد استعداداً لتصعيد عسكري محتمل ضد قوات الحكومة الليبية المعترف بها دولياً وعلى متن 112 آلية مسلحة وسيارات محملة بالذخيرة جاءوا يتدربون في معسكر زلة. جميعهم اتفقوا على الدعم اللوجستي ومساندة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. من شرق سرت حتى الجفرة إلى جنوب سبها، قوات الوفاق تقول إن قوات حفتر أقامت نقاط تفتيش. المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أعلن من منبره على منصات التواصل أن قوات الحكومة الليبية سترد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين. قوات الوفاق كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خرق قوات حفتر اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة الوفاق بصواريخ جراد، خطوة يرى الكثيرون أنها قد تنسف العمل على التوصل لحل سياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، خصوصا وأنها تتزامن أيضا مع مظاهرات العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة فايز السراج اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية وتوغل الميليشيات والمرتزقة في البلاد. كل ذلك جاء بعد أن هدأت الأحوال وساد وقف إطلاق النار في البلاد منذ 21 من الشهر الجاري بإعلان من المجلس الرئاسي للحكومة الليبية ومجلس نواب طبرق الداعم لخليفة حفتر. كرم الضيافة وحسن. للمزيد ينضم إلينا من طرابلس محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. مرحبا بك معنا سيد الرملي. هذه التحركات العسكرية لقوات حفتر فيما يبدو أنه استعداد ربما لشن هجوم على قوات الوفاق، هل يعني ذلك بأن اتفاق وقف إطلاق النار ربما يعني بات قريبا من السقوط؟ دعني أقول أن من المهم جدا إدراك بأنه لا يوجد شريك بالمنطقة الشرقية حتى يمكن الوثوق فيه. ليست المرة الأولى التي ينكت بها حفتر وأتباعه ومن معه من محور الشر بما يتعلق بأي اتفاق. هناك العشرات بل المئات من المرات التي وعدوا ولم يفوا، ولذلك لزاما علينا القول بأنه حتى عقيل الصالح أولا لا يستطيع أعتقد بأن يفرض سلاما أو يوقع اتفاقا، ولذلك حتى ما يتعلق بإعلان المبادئ الذي قام بإيداعه أو عملية توقيعه لم يرقى إلى مستوى التطبيق. لذلك كان هناك هجوم سابق على مدينة سرت وهناك أيضا منطقة متكاملة بسرت حاليا محاصرة من قبل قوات حفتر وأيضا تم سجن أكثر من 100 وقتل أحد الأفراد والآن يتجهون إلى الجفرة والشويرف وبعض المناطق وهناك تجمعات وهناك محاولات من أجل التجيج من جديد. هم يريدون لا يؤمنون بسلام ولا يستطيعون أيضا العيش إلا على الدماء والجماجم والقتل طيب والدمار. سيد سيد اسماعيل هذا كلام برأيي العالم نعم. هذا الكلام هل هو ينسحب على حفتر على عقيلة صالح على الجميع كما تقول، او ربما ايضا توجد ربما خلافات بين حفتر وبين عقيلة صالح، احد يعني عقيلة صالح يدفع نحو يعني التفاوض مع حكومة الوفاق نحو التوصل الى حل سلمي وفي المقابل حفتر ها هو يجهز ربما للحل العسكري. أعتقد أن الخلافات هي الخلافات ما بين الدول الموجهة لهم، فعقيل صالح ربما أقرب إلى مصر ما بينما حفتر هو أقرب إلى الإمارات. هذه دول محور الشر ربما بينها خلافات في إدارة الملف الليبي وفي مصالحها. هؤلاء حقيقة بيادق لا يملكون أنفسهم ولا توجهاتهم ولا إمكانياتهم، وهناك أيضا قوات قد جاءت من خارج ليبيا، نتكلم على عصابات الفاغنر والجنجويد وعصابات ربما جاء بها من اليمن
اليمن وجيء بعصابة أخرى لا يدرى أين طرفاها. واقع أن الإشكال كبير وأنهم يريدون أن تكون هناك بداية لصراع جديد. يدركون جيدا أنهم لن يستطيعوا أيضا أن يكون لحفتر دور بعد الإجرام والجرائر التي ارتكبت وبعد التوثيق العالمي وبعد ولكن كل في هذا لا يمكن على ضوء الوضع الحالي في طرابلس أيضا به. نعم سيد الرملي على ضوء الوضع الحالي أيضا في طرابلس هل يستغل حفتر نعم الاحتجاجات المتواصلة في العاصمة ضد حكومة الوفاق للتقدم العسكري في الشرق؟ نعم الوضع الحالي في طرابلس ليس مثاليا، وأدرك جيدا بأن هناك خلافات تدبت ما بين أعضاء المجلس الرئاسي المتواجدون منها وما بين الحكومة، وهناك إسهال تشريعي في قرارات أحيانا ربما تأخرت كثيرا كما هو الحال في القرار الذي صدر حديثا لتكليف وزير دفاع في كنا كان الليبيون ينتظرونه في بداية الحرب واختزله السراج في شخصه، وحاليا الآن هناك قرار بإيقاف السيد وزير الداخلية وقرارات أخرى وقرار بتكليف رئيسا للأركان. كل ذلك جيد أن نرى أن يكون هناك تحقيقا وإيقافا وتكليفا ودلالة على وجود حراك، ولكن الجميل والأجمل منه في أن يكون هناك خريطة سياسية واضحة تنهي هذه الأزمة وتحاول التأصيل للليبيين بإنهاء المرحلة الانتقالية التي طالت. هناك محاولة من الدول العالم ولكن إلى الآن لم ترى النور بعد، ويبدو أن حفتر يريد أن يؤجج الصراع من جديد. شكرا لك محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا من طرابلس.